ازاي كولر قدر يتفوق على موسيماني بعد 5 مباريات بس مع الاهلي؟ مين هو اللاعب اللي محمد صلاح قرب يكسر رقمه؟ وامتى ليفربول ممكن يحتل المركز الاخير في الدوري؟ كل الاجابات في حلقتنا من ارقام يلا كوره. ونبدا بالرقم 5. الاهلي يعود لمنصات التتويج من جديد. السويسري مارسيل كولر بيقود الفريق للفوز على الزمالك عشان يحقق لقب كاس السوبر. كولر قدر يعمل ده بعد 5 مباريات بس على توليه المهمة عشان يكون تاني أسرع مدرب يحقق لقب مع الأهلي من 2015. أسرع مدرب في الفترة دي هو مواطنه ريني فايلر اللي كسب كاس السوبر في سبتمبر 2019 بعد 2 مباراة بس، والمفارقة أنها كانت على حساب الزمالك برضو. السويسريين ما بيضيعوش وقت. البرتغالي سواريش هو كمان كان عنده فرصة يفوز بلقب كاس مصر يوليو اللي فات في مباراته الخامسة، لكنه خسر قدام الزمالك عشان يرحل بدون ألقاب. كولر بيتفوق على بيتس وموسيماني اللي فاز بأول ألقابه مع الأهلي بعد 8 مباريات لما كسب دوري أبطال أفريقيا عام 2020 في النهائي التاريخي قدام الزمالك. وبعيداً عن ده، كولر بيفوز بالبطولة الخامسة في مسيرته كمدرب بعد لقبين في الدوري السويسري، لقب كاس سويسرا ولقب دوري الدرجة الثانية في ألمانيا. 5 مباريات بس كانت كافية لكولر إنه يفوز بأول ألقابه مع الأهلي. تفتكروا ممكن ينهي مسيرته مع الفريق بكام بطولة؟ الرقم الجاي هو الرقم 10. فريق المدرب يورجن كلوب بيخسر على ملعبه في الدوري الإنجليزي لأول مرة بعد 29 مباراة، وتحديداً من مارس 2021 لما خسر وقتها من فولهام 1-0. كمان الخسارة دي هي الأولى ليفربول على ملعبه في الدوري قدام ليدز يونايتد من عام 2001. الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق بيخسر لأول مرة على أنفيلد في الدوري من ساعة ما انضم للريدز عام 2018 عشان يكسر سلسلة طويلة من 70 مباراة بدون هزيمة. مش بس كده، ليفربول لعب الموسم ده 18 مباراة في كل البطولات خسر منها 5 مباريات، رغم انه لعب الموسم اللي فات 63 مباراة خسر 4 بس. سبب معاناة ليفربول الموسم ده هو أداؤه الضعيف في الأشواط الأولى من المباريات، لدرجة ان إحصائيات الدوري الإنجليزي بتقول لو حسبنا نتيجة الشوط الأول في كل مباريات المسابقة، ليفربول هيحتل المركز الأخير ب10 نقط بس، بالتساوي مع ليدز يونايتد وويست هام. أما بقى لو حسبنا نتائج الشوط الثاني، ليفربول هيحتل المركز الرابع ب22 نقطة، وده معناه ان الفريق بيفوق متاخر، لكن مش كل مره تسلم الجره. ليفربول بيحتل المركز التاسع في جدول الترتيب. تفتكروا ممكن ينهي الموسم في المركز الكام؟ اخر رقم في حلقتنا هو الرقم 41. ورغم معاناه ليفربول الا ان محمد صلاح بيسجل المباراه الثانيه على التوالي في كل البطولات ومكمل طريقه في كسر الارقام القياسيه سواء على المستوى المحلي او القاري. صلاح اللي اتخطى رقم الاسطوره ستيفن جيرارد في بريمير ليج فاضل له هدف واحد بس عشان يتخطى رقم نفس اللاعب كأكتر اللاعبين تسجيلا في تاريخ ليفربول في البطولات الاوروبيه برصيد 41 هدف. يا ترى صلاح هيقدر يعادل رقم جيرارد في مباراه نابولي ولا هيضطر يستنى لدور 16؟